ابني الشركة أهلكوني. شو المطلوب مني؟ لسه بتسألني شو المطلوب منك؟ المطلوب منك تكون موجود. اي نعم، كون موجود واستلم مكان أبوك لبين ما يخلص من كركباته ويرجع مثل أول. عمو الله يخليك، تركني من هذا الموضوع. لك ليش يا ابني؟ ليش؟ فهمني بس، ليش قبلان على حالك تكون ورا وأختك بالواجهة؟ يا ابني المفروض أنت تكون بالواجهة. من سنة لهلأ ما شفتك يوم واحد بالشركة مثل عادي. عمو أنا عندي كركبات أكثر من أبي، بترجاك تركني برات الموضوع؟ كيف اتركك برات الموضوع والشركة ما عنده ثقة برنيم؟ وأبوك يوم بيحضر وعشرة بيغيب، فهمني لشوف، شو بدك يعني أعمل؟ حل الشركة وصفيها حتى حضرتك تكون برات الموضوع؟